وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك 13 مستشفى جامعي مجهزة كمستشفيات عزل. وأشارت الوزارة إلى أن 4 مستشفيات هي مستشفى قصر العين الفرنساوي بالكامل بجامعة القاهرة، ومستشفى العبور التخصصي بجامعة عين شمس، ومستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، ومستشفى الأزهر التخصصي هي ضمن هذه المستشفيات. أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنه سيتم استغلال فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية. وأشارت الوزارة إلى أن عجلة الإنتاج يجب أن تستمر بالتزامن مع جهود مكافحة فيروس كورونا. أشادت منظمة اليونسكو بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم. وكانت الوزارة قد أطلقت عدداً من الزيارات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية، وذلك تحت شعار اكتشف مصر من بيتك. أكدت وزارة الأوقاف إنه لا أثر على الإطلاق لفيروس كورونا على صيام الأصحاء، وإنما الأعذار للمرضى سواء من المصابين بكورونا أم من غيرهم. وأكدت الوزارة على أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء غير أصحاب الأعذار كسائر الأعوام السابقة.